يعني من الحاجات برضو اللطيفة جدا اللي بنشوفها كل شوية كده، وهي اكتشافات جديدة يمكن بيقوم بيها بعض العلماء المصريين، وفريق دولي بمشاركة علماء مصريين أعلنوا بشكل رسمي عن توثيق اكتشاف ديناصور مصري جديد أكل العشب وعاش قبل نحو 75 مليون سنة في مصر، وتحديدا في الواحات الخارجة بالصحراء الغربية. طبعا أكيد اكتشفوا هياكل عظمية ليه. شزي، هنعرف طبعا كل هذه الاكتشافات وهتفيدنا بإيه كمان. معانا عبر زوم الدكتور بلال سالم، عضو فريق توثيق اكتشاف ديناصور سيد الواحة، عشان نتعرف منه على كل هذه التفاصيل. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بيك. عايزين نفهم منك اكتر طبيعه هذا الاكتشاف، طبيعه هذا الديناصور وايه اللي تم اكتشافه وتوثيق الاعلان عنه بشكل رسمي. تمام يا فندم. هو يوم 20/7 اول امس تم توثيق ونشر الديناصور المصري السابع ايجاي سيمخو في مجله الجورنال اوف فيرتيبريت باليونتولوجي. وطبعا الديناصور ده يعد الديناصور المصري السابع اللي يتم تسميته من مصر. هو ديناصور آكل العشب، بينتمي لعائلة تسمى بعائلة التيتانوسورات، هي عائلة الديناصورات العملاقة اللي كانت عايشة على الأرض، وتاريخها بيرجع لأكثر من 160 مليون سنة. الجدير بالذكر أن إيجاي سيمخو تم استخراجه أو استخراج البقايا العظمية بتاعته عام 1977 من قبل بعثة ألمانية كانت بتقوم بدراسة الطبقات الصخرية في الصحراء الغربية المصرية. عجبني قوي اسم سيد الواحة اللي انتوا اطلقتوه على اسم الديناصور، لكن حابة اعرف ليه سميتوه كده. اولا اسم الديناصور العلمي هو إيجاي سيمخو. إيجاي سيمخو؟ إيجاي ده هو اسم الاله المصري القديم اللي كان بيعبد في منطقة الواحات الداخلة والخارجة، تحديدا في الأسرة القديمة والمتوسطة. فبالتالي الترجمة لإيجاي هيبقى هو ملك الواحة أو سيد الواحة. سيمخو ده جاي من فعل في اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية وتعني المنسي، فبالتالي الاسم كاملا بيسمى سيد الواحة المنسي. والفريق العلمي اختار أن تسمية الديناصور تكون تسمية مفتوحة، لان في عندنا في تسميه الاكتشافات الجديده في بعض الديناصورات بيفضل يضاف اليها مقطع ثورس كدليل على انها من الديناصورات، لكن بيبقى تبعا للباحثين هل هم هيختاروا تسميه مفتوحه ولا تسميه بيضاف فيها الصوره مقاطع ثورس والمقاطع دي. فبالتالي تم اختيار الاسم ليكون ممثل على الحاكم للواحه القديم، بالإضافة إلى تاريخه من النسيان، لأن زي ما ذكرت دلوقتي أنه هو تم استخراجه سنة 1977، بعد كده تم وضعه في مخازن العينات في ألمانيا وتم. يعني ده مش اكتشاف حديث، ما نقدرش نقول عليه اكتشاف حديث. هو مش اكتشاف حديث، لكن التوثيق هو اللي حديث، لأن هو كان منسي في الخزانات بتاعة العينات في ألمانيا، واللي خلى انظار العالم تتوجه اليه من جديد الا وهو اكتشاف البروفيسور هشام سلام لديناصور منصوره ثورس عام 2018. فيعتبر ده اللي خلى انظار العالم تروح للحاجات اللي موجوده في الخزانات عندهم، فبالتالي كانت المشاركه العلميه المصريه مشاركه موثوقه بسبب ان احنا قمنا بتوثيق اول ديناصور من العمر ده في مصر وافريقيا بالكامل. فبالتالي هنقول بقى مثلا ان المؤسسات الالمانيه بعد ما حصل الاعلان عن منصوره ثورس قالوا ان في ديناصورات موجوده عندنا برضو من البعثات اللي كانت موجوده من 50 سنه، فبدانا التوثيق مراحل التوثيق والدراسه على الديناصور ومقارنته بعينات منصوره ثورس وتوضيح ان هو مختلف تماما عن منصوره ثورس ويمثل جنس ونوع جديد عايشين في كان عايش مع جنبا الى جنب مع منصوره ثورس في البيئه القديمه من 75 مليون سنه. عظيم. دكتور بلال، حد ممكن يسال دلوقتي يقول ايه فائده هذا الاكتشاف؟ اولا فائده هذا الاكتشاف في فائده علميه وفائده الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني الفائده العلميه طبعا هو بيؤكد ويعزز على اهميه مصر كنقطه مضيئه في تواجد حفريات مكتمله للديناصورات اللي عاشت من 75 مليون سنه، ويؤكد ويدعم النظريات اللي كانت بتفترض ان الديناصورات اللي كانت عايشه في شمال افريقيا ومنها مصر
حصل لها هجرة من جنوب أوروبا وغرب آسيا. علاوة على ذلك الأهمية الاجتماعية، فده توثيق للتراث الطبيعي المصري، وخطوة أخرى في إطار أن احنا نزود التراث الطبيعي المصري والإعلان على أن مصر معروفة أيضا بالتراث البشري، ألا وهو الحضارة الفرعونية، بالإضافة إلى تراثها الطبيعي من الديناصورات والثدييات والحيتان إلى آخره. طيب يعني أنتوا اكتشفتوا الديناصور في الواحات، تمام؟ تمام يا فندم. هل في أي معالم يمكن اكتشاف أي حفريات تانية لديناصورات تانية أو كائنات يمكن كانت بتعيش في الوقت ده؟ أكيد طبعا، مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وفريق سلام لاب في مشروع كامل مختص بدراسة بقايا الأركوسورات اللي بتشتمل على الديناصورات والزواحف عموما، منها التماسيح والتيروسورات أو الزواحف الطائرة من العصر الطباشيري في مصر. ففي اكتشافات أخرى هيعلن عنها في القريب العاجل، من كانت عايشة جنبا إلى جنب مع الديناصورات أو في فترة أقدم من الديناصورات كمان. ففي مشروع مصري قائم مؤسس من قبل الفريق العلمي سلام لاب على دراسة المنطقة دي ودراسة المناطق الأقدم منها والأحدث منها كذلك، وفي نقدر نقول إن اللي جاي هيكون أفضل إن شاء الله. يعني كل التوفيق لحضرتك دكتور بلال، بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور بلال سلام أو سالم، أحد فريق توثيق اكتشاف ديناصور سيد الواحة، شكرا جزيلا ليك.